لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله وفعله. الأصل الإنسان بيلتزم بأوامر الشرع، هذا هو الأصل. والله عز وجل عاب على قوم فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فالله عز وجل عاب هؤلاء أنهم يأمرون الناس بالخير بالمعروف، وكان الأولى بهم أن يأمرون أنفسهم أولا بهذا المعروف، أو إذا أمروا بهذا المعروف أن يلتزموا به. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل كان لنفسك ذا التعليم، هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذوي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا فعلت فأنت حكيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا فعلت فأنت حكيم. فالإنسان لابد أن ينتبه إلى هذا. وهناك عقوبات، أو العقوبة تكون أشد لهذا الذي يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه. لكن هل معنى هذا يعني أن الإنسان لا يأمر ولا ينهى إلا بعد أن يفعل كل شيء أو يفعل كل الأوامر؟ يعني ما ينفعش أنه يأمر بمعروف وينهى عن المنكر، لازم ينفذ كل حاجة، وأنه ما ينفعش ويغلط وما ينفعش يخالف ولو مرة وغيره. زي ما قلنا، هذا هو الأصل، أن الإنسان يلتزم بما يأمر به وينهى عنه، يلتزم بالشرع. لكن لو لم يأمر وينهى إلا من هو كامل لا يخطئ، ما كان هناك يأمر بمعروف وينهى عن المنكر إلا الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. فنقول إن الإنسان يجتهد قدر استطاعته في التزام أوامر الشرع والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه. وإذا حدث منه الخطأ أو الزلل أو الذنب أو المعصية أو المخالفة، يبادر بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ولذلك العلماء قالوا: حق على شارب الكؤوس أن يتناصح. خل بيشربوا خمرة مع بعض، وفرض عليهم وواجب عليهم أن كل واحد يقول للتاني احنا غلطانين، اللي بنعمله ده حرام، فعش نعمل كده، رغم أنهم إيه مشتركين في هذا الذنب في هذا الفعل. يبقى لا يتأخر الإنسان عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أن في بعض الأشياء ما بيعملهاش، أو أنه هو ممكن يعني يأمر وينهى ويخالف، أو أنه هو يعني الواحد زي يقول للناس قيموا الليل وهو بيقيمش الليل، صوموا النهار وهو بصوم شيء. لا، هذه الخيرات أمر بها والمنكرات انهى عنها. طيب أنا في نفسي أجتهد أن ألتزم بها، أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر ودعوتك إلى الله عز وجل من أعظم الأسباب في التزامك أنت أولا. ليه؟ لأن النفس الإنسان لما يكون راغب في الخير، لما يكون رايد فعلا طاعة ربنا سبحانه وتعالى، يبقى لما يأمر وينهى نفسه حتدفعه إلى التزام الأمر والانتهاء عن النهي. يبقى كأن أحد الأسباب اللي أنت بيها تلزم نفسك بالأوامر وتنهيها عن النواهي هي إيه؟ أمرك أنت بالمعروف ونهيك عن المنكر، دلالة الناس على الخير وتحذيرهم من الشر، إن أنت تدعو إلى الله عز وجل. ولذلك الدعوة إلى الله تربي الإنسان، بتربيه بتعلمه بتخليه يلتزم، إن طالما فيه الدافع الداخلي من جواه إنه عايز يطيع ربنا سبحانه وتعالى. ف
نفسه حينما يأمر وينهى حتحثه على فعل الأمر وعلى ترك النهي، ويظل الإنسان بهذه الصورة حتى يوفقه الله عز وجل. والله عز وجل وعد سبحانه وتعالى فقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى الإنسان ما يتأخرش عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدعوة إلى الله بحجة أنه يعني يخاف أنه هو ما يعصي ربنا أو يخاف أنه يقول حاجة ويخالفها، لا، أمر وانهى واجتهد في الالتزام. طيب بدر من الإنسان الزلل أو الخطأ أو الذنب أو المعصية أو المخالفة لما يقول، يبقى يبادر بالاستغفار والتوبة، مش يبادر بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو يبادر بترك الدعوة، لا، يبادر بالاستغفار والتوبة. يقول لك أصل أنا كده هبقى منافق، يعني أبقى أقول للناس الخير وأنا بعمل شر، أو بقول للناس خير وما بيعملوش. هناك فارق ما بين إن الإنسان بيقول هذا نفاقا بيظهر الخير وهو جوه وحش وهو مش عايز أصلا الخير ده، أو بيشتري الشهرة والصورة الحسنة في نظر الناس وهو أصلا مش عايز كده، هو بيخالف كده. وما بين إنسان هو من جواه عايز يطيع ربنا وبيجتهد داخليا وخارجيا في الفعل، ولكن قد يبدر منه الزلل وقد يبدر منه المخالفة. فرق كبير ما بين الشخصين، الأولاني اللي هو عايز بس يشتري الدنيا بالدين ويظهر الصورة الحسنة بس للناس وهو خلاف ذلك، هذا نوع من أنواع النفاق. أما الآخر اللي هو قد يجتهد، هو بيجتهد في طاعة ربنا لكن قد يبدو منه الزلل والخطأ، هذه يعني تختلف تماما عن هذه. فنقول لا، خليك حريص على دعوة الناس، على الأمر بالمعروف، على النهي عن المنكر، عن فعل، على فعل الخيرات، حريص على ذلك، حريص على الانتهاء، تأمر الناس وتنهى وانت تجتهد في ذلك. إذا بدرت الذنب أو المعصية أو المخالفة يبقى بادر إلى التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله والرجوع إلى الله عز وجل. البعض يقول لك لا أنا خلاص بقى خلاص ما ينفعش، أو ما ينفعش أنا خلاص أصلا عملت كذا، أصلا ما بعملش كذا. لا، ده علاج خطأ بخطأ، علاج خطأ بخطأ. مش الخطأ أن أنت تترك الخير، الخطأ أن أنت تنتهي عن المعصية أو عن الشر. الخطأ أن أنت، الخطأ مش أن أنت تترك دلالة الناس على الخير، لا، الخطأ أن أنت تلزم، إنما الصح أن أنت تلزم الناس بالإيه؟ بالخير، وتلزم نفسك، أقصد تلزم نفسك بالخير. مش الصح ان عشان الانسان بذنب او بخطأ او بغيره يبقى يترك انواع اخرى من الخيرات. وحتى لو فعله لمعصية ما او ترك الامر ما، ده مش معناه ان هو يعمل معصية اخرى او يترك طاعات اخرى، لا، بل الانسان يجتهد ويكون غاية في الحرص على التزام الشرع ككله. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا بشرائع الاسلام كلها. إذا بدر من الإنسان ما يخالف ذلك بادر وسارع إلى التوبة. سأل رجل حذيفة رضي الله عنه فقال ما النفاق؟ قال أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به، هذا نفاق، أن أنت تكلم بالخير وإيه ولا تعمل به. طبعا هناك فارق ما بين النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي اللي هو مخرج من الملة، اللي هو يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، يبقى يظهر للناس أنه مسلم وجواه يبطن الكفر بالله عز وجل، ده النفاق الاعتقادي اللي هو صاحبه خارج من ملة الإسلام ليس بمسلم أصلا، اللي هو في الدرك الأسفل من النار. أما النفاق العملي فهو ذنب وكبائر، زي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، هذا نفاق عملي ذنبه كبيرة لكن لا يخرج الإنسان من ملة الإسلام. ومثل هذه الصفات بغضها الله عز وجل إلينا بأنها صفة المنافقين، والإنسان أبدا ما بيقبلش، ما يحبش أبدا أن يكون في صفة من صفات المنافقين. كل الناس يعني ترفض أن يكون منافق أو يوصف بأنه منافق، وبالتالي فما ينفعش يكون فيك إيه؟ صفة من صفات المنافقين. يبقى لما يجي ربنا يقول هذه من صفات الكافرين، هذه من صفات المنافقين، هذه من صفات الفاسقين، يبقى ده نوع من الايه، من الحث الشديد عن الابتعاد عنها. ان فيش واحد اصلا مؤمن يقبل ان تكون فيها صفه من صفات المنافقين، او يقبل ان هو يكون شبه فلان من المنافقين او شبه المنافقين. وعن هرم ابن حيان قال اياكم والعالم الفاسق،
فبلغ عمر فكتب إليه وأشفق منها. الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم غاية الحساسية في هذا، مش لما يجي فيه تحذير ولا حاجة يقول لك ده مش تبعنا، احنا الحمد لله كويسين زي الفل مفيش أحسن مننا، ولا لا الكلام ده للناس التانية مش لين، ولما يكون حاجة حلوة لا صح في الواحد دي موجودة الحمد لله فينا احنا كويسين، لا ده هو أي تحذير يخاف انه يكون ايه يكون داخل تحته. ولذلك بعض الصحابة لما قال نعمة الإخوة لكم بنو إسرائيل لهم كل نقيصة ولكم كل فضيل، لما يجي تحذير بني إسرائيل من الحاجة أو ذنب بني إسرائيل في شيء يقولوا لا احنا مش من بني إسرائيل مش تبعنا الموضوع. لا شوف سيدنا عمر لما قرئ لما سمع فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير مرض فيها شهرا يعوده الناس. رغم الآية في مين؟ في الكافرين ماشي، لا ده أنا عمر ده أنا الفاروق ده الواحد صحبته للنبي وهجرته و لا خاف ان هو فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. فالإنسان لازم الحاجات دي تهزه حتى وإن كان الآية في منافق أو في كافر، لأنه من شابه قوما في بعض أفعالهم نال بعض جزائهم. ممكن يكون فيك صفة وحشة من هذه الصفات اللي ربنا سبحانه بيحذر منها في الكافرين فتستحق العقوبة بذلك إذا لم يتوب الإنسان وارجع إلى الله عز وجل. فمن شابه قوما في بعض صفاتهم نال بعض جزائه. فقال ما العالم الفاسق فكتب ما أردت إلا الخير يكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق ويشبه على الناس فيضلهم. يقول الخير لكن ويعملش به، ينهى عن الشر لكن يعمل به. إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق ويشبه على الناس فيضلهم. وعن ابن طاووس قال كنت لا أزال أقول لأبي إنه ينبغي أن يخرج على هذا السلطان وأن يفعل به. ابن طاووس كان بيحض طاووس رحمه الله إنه لا الحكام دول لازم تصرف معاهم ما ينفعش هم بيعملوا ده. قال فخرجنا حجاجا فنزلنا في بعض القرى وفيها عامل يعني لأمير اليمن يقال له ابن نجيح وكان من أخبث عمالهم، يعني كان أمير من قبل الأمير اليمن وكان من أسوأ الأمراء، قل وكان من أخبث عمالهم. فشهدنا صلاة الصبح في المسجد فجاء ابن نجيح فقعد بين يدي طاووس فسلم عليه فلم يجبه. راح هذا العامل لطاووس يسلم عليه يكلمه بتاع طاووس بيعرض عنه، ثم كلمه فأعرض عنه، ثم عدل إلى الشق الآخر فأعرض عنه، يجي له من ناحية دي من ناحية دي طاووس يبعد عنه ما يكلموش عشان ظلمه عشان غشمه هذا عشان إساءته إلى رعية أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال فلما رأيت ما به ابن بأبول فلما رأيت ما به قمت إليه فمددت بيده وجعلت أسأله وقلت إن أبا عبد الرحمن لم يعرفك. بيقول للعامل ده لا ده بس أبويا ما عرفكش يعني أنت لسه بتقول له لا الحكام دول المفروض الواحد يعمل فيهم مساوي وأنت دلوقتي بتقول له ما عرفكش ما تزعلش منه. فقال العامل ده الأمير ده قال بلى معرفته بي فعلت ما رأيت. لا لا لو عرفني كويس وعشان هو عارفني بيعمل معايا كده، لو مش عارفني كان عاملني كويس، لكن لانه عارف ظلمي غشمي هو ايه بيعمل فيه بيتعامل معايا بالصوره دي. قال فمضى وهو ساكت لا يقول لي شيئا. فلما دخلت المنزل قال اي ركع، ده كلمه تبكيت، بينما زعمت تريد ان تخرج عليهم بسيفك لم تستطع ان تحبس عنه لسانك. يعني أنت تقول لي بينه وبينك نخرج عليهم ونفعل بهم وبعدين لما يجي واحد منهم تقول له لا معلش وما تزعلش، يعني نهاه وزجره ليس فقط على مسألة الخروج على الحكام وإنما على أن أنت إيه قولك حاجة وإيه وفعلك حاجة، بتتكلم بحاجة ولما تيجي تعمل حاجة تانية، لا ده مش صفة الإيه المؤمن. وعن إبراهيم ابن يزيد التيمي قال ما عرضت قولي على عملي إلا خفت أن أكون مكذبا.
يعني شوف هذا من تواضعه رحمه الله إلا إبراهيم التيمي من أفاضل العباد والعلماء يعني. لكن هو بقول أنا بعر لما بعرض عملي على قولي أخفى أن أكون رجل كذب. وعن الزهري قال لا يرضي الناس قول عالم لا يعمل وعمل عامل لا يعلم. لا يرضي الناس قول عالم لا يعمل وعمل عامل لا يعلم. يبقى لا تتكلم إلا بعلم. والعالم ما ينفعش يخالف قوله فعله. ما ينفعش أن أنا أقول حاجة أتكلم بحاجة وإيه وعملي حاجة تانية. وأيضا ما ينفعش أن أتكلم بجهل. وعن أيوب السختياني قال لا خبيث أخبث من قارئ فاجر. كان يطلق على العلماء أو طلبة العلم زمان القراء. فبقول هذا من أخبث ما يكون. هذا الذي يخدع الناس بالدين، يشتري الدنيا بالدين، يخادع الناس، يظهر لهم الخير، يظهر لهم العلم والطلب والطاعة وهو غير ذلك. هذا من أخبث الناس. وروي أن قاصا كان يقرب محمد بن واسع. قاص يعني واعظ من الوعاظ، كان يقرب محمد بن واسع رحمة الله عليه، فقال مالي لا أرى القلوب لا تخشع والعيون لا تدمع والجلود لا تقشعر. ده أنا بقول كلام يهز الحجر يعني، والناس ما فيش حد بتحرك، لا حد عمال يعيط ولا حد عمال يرتعش ولا حد بغمض عين ولا في ايه. ناس جرى لها ايه؟ ناس فيها ايه؟ ناس ما عادش فيها فايده. الناس شوف محمد بن واسع قال له ايه. فقال محمد يا فلان ما ارى القوم الا اوتوا من قبلك. ده انت السبب، مش مشكله في الناس، مشكله فيك انت. ان الذكر اذا خرج من القلب وقع على القلب. معنى مهم جدا لكل واعظ، لكل داعية، لكل عالم، لكل إنسان بيتصدر إلى كلام الناس. أحيانا تكون المشكلة فيه فيه هو ما خرج من القلب وصل إلى القلب، ما خرج من اللسان لم يتجاوز الأذان. يبقى لما تلاقي كلام فيه كلام في إعراض، لا أنت لو بص في نفسك الأول، ما تقولش ان المشكله في الناس، هم الوحشين، هم اللي بيسمعوش، هو اللي قلبهم حجر، هم لا. بص لنفسك الاول، ممكن انا اللي ما كنتش مخلص، انا اللي قلبي كان فيه حاجه، المشكله عندنا. ممكن انا ولا بناعظ وانا بتكلم كانش الكلام طالع من قلبي، او كان في مشكله عندي انا جوايا منعت الناس من الاستجابه. هنلاقي في آخر الكلام شيء من هذا. فقال ما أرى القوم إلا أوتوا من قبلك. إن الذكر إذا خرج من القلب وقع على القلب. قال يونس ابن عبيد ما أنا أما أنا لم أرى أحدا أقرب قولا من فعل من الحسن البصري. شوف بيمدح الحسن البصري بإيه؟ بأنه قوله زيه ده فعل، مش إيه عندوش هذا النفاق أنه قول حاجة وليه الفعل حاجة تانية. وعن أيوب السختياني قال كان الحسن يتكلم بكلام كأنه الدرر، يتكلم بكلام يطلع بوق كلام درر. فتكلم قوم من بعده بكلام يخرج من أفواههم كأنه القيء. شوف فرق بين الدرر والقيء. طب هو درر ليه؟ ليه بيتقال درر؟ شوف اللي قبليها ما رأيت أو ما لم أرى أحدا أقرب قولا من فعل من الإيه؟ من الحسن البصري. لأني الإنسان ده هو ده حاله، إن اللي جوه أحسن من اللي بره كمان، مش زي اللي بره. فإيه فكل الكلام تأثير يطلع منه كالدرر. أما اللي الفعل في جانب والكلام في جانب، تسمع من لسانه حاجات زي العسل وتلاقي الفعل أمر من الصبر، فده فضل هو بس مش هيؤثر في الناس، ده هو كمان إيه نوع من النفاق ونوع من الخطورة عليهم. وكان الأوزعي يقول ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات. وقال سفيان الثوري إن أقبح الرعية من يطلب الدنيا بعمل الآخرة.
أقبح الرعية، من يطلب الدنيا، إما يطلب الجاه أو المكانة أو الشهرة أو المال من الناس أو غيره، بعمل إيه؟ يظهر لهم الخير، يظهر لهم الوعظ، يظهر لهم العلم، يظهر لهم الفضل، يظهر لهم الطاعة، وهو علي عنها وبعيد عنها. هذا من أقبح الناس. وقال منصور عن مجاهد: كان يزيد بن شجرة مما يذكرنا نبكي، كلام يعظنا معظة مؤثرة، كلام من القلب يبكي الناس. وكان يصدق بكاءه بفعله رضي الله عنه، كانش بيعظنا وهو في دنيا تانية، لا لا، كان بيبكينا، كان فعله موافق لهذا، لهذه الموعظة التي يقولها، لذلك مؤثرة في الناس. ولما دخل المأمون بغداد نادى بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لأن الشيوخ بقوا يضربون ويحبسون، فنهاهم المأمون بعدما دخل بغداد في خلافته، نهاهم من هم محدش أمر بالمعروف ونهاهم عنها. ليه؟ لأنه واضح أن كان فيه تجاوز في هذا المكان، وبدأوا يعني المفروض زي ما قلنا قبل كده أن الأمر بالمعروف يكون بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بمنكر، فممكن البعض وصل المسألة هذه الصورة، فقال لا خلاص حدش يقوم بهذا. وقال: قد اجتمع الناس على إمام، فمر أبو نعيم فرأى جنديا وقد أدخل يده بين فخذي امرأة، فنهاه بعنف. لما رأى هذا المنكر أبو نعيم رحمه الله نهاه بعنف، نهى الرجل بشدة شديدة، أنكر عليه إنكار شديد. فأخذه هذا الشرطي فحمله إلى الوالي، فحمله الوالي إلى المأمون. قال: فأدخلت عليه بكرة وهو يسبح. دخل أبو نعيم على المأمون، قال: ما حدش إيه، حدش أمر أنا، حدش يقوم بهذه بالحسب، هو الموجود. فلما دخل عليه بقى بعد ما خالف أمر الأمير خليفة، فقال: توضأ. فتوضأت ثلاثا على ما رواه عبد خير عن علي، صليت ركعتين. كان المأمون بيختبره، شوف. قال المأمون بيقول لأبو نعيم: ما تقول في رجل مات عن أبوين؟ سألوا في المواريث. فقلت للأم الثلث وما بقي للأب. قال: فإن خلف أبويه وأخاه، أبو أم وأخ. قلت، قال أبو نعيم يعني، المسألة بحالها وسقط الأخ. قال: فإن خلف أبوين وأخوين؟ قلت للأم السدس وما بقي للأب. قال: في قول الناس كلهم، يعني هذا اتفاق العلماء على هذا الكلام. قلت: لا، إن جدك ابن عباس يا أمير المؤمنين ما حجب الأمة عن الثلث إلا بثلاثة إخوة. فقال: يا هذا، من نهى مثلك عن الأمر بالمعروف؟ بقول له اللي زيك مين اللي ينهى عن الأمر بالمعروف؟ رجل عالم ثبت فاهم، مين اللي يقول لك ما تأمرش بالمعروف ولا تنهى عن المنكر؟ إنما نهينا أقواما يجعلون المعروف منكرا، هو ليه اللي عليه. وقال بلال بن سعد: لا تكن وليا لله في العلانية وعدوه في السر. أنا مهم انتبه، لا تكن وليا لله في العلانية وعدوه في السر. ولي الله في العلانية راجل اللي يشوفك ما شاء الله عليه، فلان ده ما شاء الله عليه، يا سلام، ايه ده الخشوع والطاعة والأدب والأخلاق طب بينه بين نفسه أو في بيته أو في التعامل مع الناس أو حاجة تانية خالص، واحد تاني جوه المسجد تشوفه يا سلام، بره المسجد ايه ده واحد تاني، ما هو نفس الشكل بس في السلوك تعامل واحد تاني، واقف يصلي لكن يطلع بره في التعامل مع الناس واحد تاني. لا، اوعى، احذر احذر، لا تكن وليا لله في العلانية وعدوا له في السر. قال الجنيد: كنت بين يدي السري والسقطي رحمه الله ألعب وأنا ابن 7 سنين، فتكلموا في الشكر، فقال: يا غلام، ما الشكر؟ قلت: ألا يعصى الله، ألا يعصى الله بنعمه، ألا يعصى الله بنعمه، شكرك لنعمة ربنا، أنت ما تعصيش ربنا بنعم ربنا. فقال: أخشى أن يكون حظك من الله لسانك. اوعى تكون ايه،
انت بتقول الكلمه كبيره قوي عظيمه قوي، شكرك لنعمه ربنا الا تعصي الله بنعمك، معنى رائع. واحد لو بص كده فعلا تدبر ده، وكان دي في ذهن دايما يعني المعصيه تبقى صعبه جدا جدا، لان كل ده كل اللي انت فيه من نعم ربنا، من فضل ربنا عليك، وهتستخدم ايدك ولا عينك ولا ودنك ولا رجلك ولا اي حاجه من نعم ربنا تسمها معصيه ربنا ازاي؟ قال له بس اوعى يكون حظك من الله لسانك، يعني يكون كل قضيتك انت تتكلم كلام كويس وخلاص، تقول كلام حلو وخلاص، تقول لا نعصي الله بنعم الله وتروح تستخدم نعمه ربنا في معصيه ربنا. قال الجنيد فلا ازال ابكي على قوله، وحق له ان يبكي. وعن الجنيد قال من خالفت اشارته معاملته فهو مدع كذاب، يخالف قوله فعله. قال لما رجع ابن بطه من الرحله لازم بيته 40 سنة لم يرى في سوق ولا رؤيا مفطرا الا في عيد، وكان امارا بمعروف لم يبلغه خبر منكر الا غيره. وقيل ان قطب الدين النيسابوري وعظ بدمشق وطلب من الملك نور الدين دين محمود رحمه الله ان يحضر مجلسه. رجل لما تصدر للوعظ قطب الدين النيسابوري طلب من السلطان نور الدين ان هو يحضر المجلس الوعظ بتاعه، فحضره فاخذ يعظه ويناديه يا محمود، بدا السلطان هذا الراد بنادي باسمه يعظه ينهره كما كان يفعل البرهان البلخي شيخ الحنفي. يعني ده كان بيعمل، كان البرهان البلخي كان بيعظ نور الدين وكان يناديه باسمه يقول له يا محمود، ما يقولوش يا لا امير ولا سلطان ولا غيره. قال فامر الحاجب فطلع وامره الا يناديه باسمه. الحاجب قال له نور الدين محمود بعت له للقطب الدين النيسابوري قال له ما تناديش باسمه، ما تقولوش في المجلس اسمه يا محمود تاني. فقيل فيما بعد للملك ان البرهان كان اذا فقيل فيما بعد للملك قال يعني انت البرهان البلخي كان بيناديك بيقول لك يا محمود ما قلتلوش تهني ما قلتلوش لا ما تعملش كده، اشمعنى يعني اللي قلت لي كده؟ فقال ان البرهان كان اذا قال يا محمود قف شعري هيبه له ويرق قلبي. يعني كان بقول له كده كان الكلام طالع من قلبه، كان بيعظه فعلا، كانش مجرد كلام، يظهر ان الراجل بيعظ السلطان وانه مش خايف منه ولا انه لا. قال كان اذا قال يا محمود قف شعري هيبه له ويرق قلبي، وهذا اذا قال ده لما يقول يا محمود قسى قلبي وضاق صدري. حكى هذا سبط ابن الجوزي قال كان القطب غريقا في بحار الدنيا. شو الفرق ما بين الايه؟ الذي يعظ بصدق وغيره. اللي بيعظ بقى بصدق يعني كان طالع من قلبه، يؤثر حتى في السلطان، يقول له يا محمود بقول لك يعني شعر يقف، يأثر فيه. لكن لما اختلف القلب اختلف التأثير، لما اختلف القلب اختلف التأثير. وأنشد محمد بن علي الدوسي قال يتوب على يدي قوم عصاه أخافتهم من الباري ذنوب، وقلبي مظلم من طول ما قد جنى، فأنا على يد من أتوب، كأني شمعة ما بين قوم تضيء لهم ويحرقها اللهيب، كأني مخيط يكسو أناسا وجسمي من ملابسه سليب. يعني هو بيشكي حاله، بيشكي حاله ان انا بعض الناس وادلهم عن الخير وانا مش كده، بيشكو هذا الحالين. وقال ابن النجار سمعت غير واحد يحكي ان ابا المناقب، ابو المناقب هذا له محمد بن احمد بن اسماعيل القزويني، كان اذا دخل عليه الملوك زائرين وعرضوا عليه مالا لم يقبله، لما بيدلوا عطيه او فلوس لك لا ما تاخدش حاجه، ويقول قد عزمنا على استعمال بسط لبيت المقدس فإن أردتم أن تبذلوا لذلك فنعم.
انا نجيب بس ليه وصلت ليه لبيت المقدس، هل عايز يدفع في كده يدفع. لكن كان فكانوا يدفعوا، لكن هو كان ياخد الفلوس ليه لنفسه. قال فيعطونه فحصل جملة وتمزقت وما بورك له، ثم كسدت سوقه واشتهر نفاقه. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فهذا لهذه المخالفة عوقب بهذا. فنكرر في الختام، اجتهد في دعوة الناس في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر، وإذا خالف الإنسان في شيء من ذلك سارع إلى التوبة وإلى الاستغفار وإلى الرجوع إلى الله عز وجل، ويحذر الإنسان وساوس الشيطان أنه يبعده عن دلالة الناس على الخير، ويبعده عن الأمر بالمعروف، أو يبعده عن النهي عن المنكر، أو يبعده عن الدعوة إلى الله عز وجل بهذه الحجة، بل يجتهد في إلزام نفسه ويعظ ويذكر ويأمر وينهى، وإذا حدث منه شيء بادر إلى التوبة. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة نصوحة. قل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.